عندك آلاف العوائل بالهور، مو عائلة وعائلتين، من كل العراق مو بس من الموصل يعني. فأني أعتقد هذا الروتين مال اجتثاث هاي مال المساءلة والعدالة، يعني هواي من الضحايا واقفين ما يأخذون حق حقوقهم، ينتظر هاي مال المساءلة والعدالة أشهر، وهذا يسموه التدقيق الأمني. التدقيق الأمني يعني سواها فرد مرة بدون ملح، يعني يعني عندك أجهزة أمنية موجودة بالموصل، ليش أنت تروح لبغداد يعني؟ أنت تعتقد هي مجرد وسائل للتأخير أو المماطلة؟ هو هذه الروتين يعني الروتين المفروض اللي إحنا نغادره.